السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو جديد من الفيديو اللي كنقدمهم في قناة أستاذ أونجلي. وهذا الفيديو Expressing Opinion خاص بالتلاميذ ديال البكالوريا. هذا الدرس مهم لأنه واحد من الدروس اللي كدوزوا فيهم الامتحان في البكالوريا في الكومينيكاسيون. إذن على بركة الله غادي ندوزو مباشرة لواحد جوج ديال لي زيكزامبل. Examples. The first example is What do you think about the film؟ أشنو كتعتقد على الفيلم؟ يعني سولتي واحد الشخص على الرأي ديالو على شي فيلم شتوه انت وياه، قلتي لي What do you think about the film؟ Example تاني What's your opinion about the film؟ شنو هو الرأي ديالك على ذاك الفيلم؟ على شي فيلم شتوه انت وياه، وقلتي لي What's your opinion about the film؟ Asking for or about opinion اللي كتسول شي واحد على الopinion ديالو على الرأي ديالو، يعني كان التعبير اللي كنستعملوهم. مثلا What do you think about؟ What do you think about؟ يعني اشنو كتعتقد على. What is your point about؟ بحال هانيت. Do you think؟ واش كتعتقد. What is your opinion about؟ What is your opinion about؟ بحالو بحال What's your opinion point about؟ What is your point about؟ What is your opinion about؟ شنو هو الرأي ديالك على شي حاجة؟ ملي كتبغي تعطي الopinion ديالك، ملي كتبغي تعطي الرأي ديالك، كذلك كاينين بعض التعابير اللي كتستعمل وضروري باش تعرف منهم على الأقل جوج باش تستعملهم في الامتحان. إلا تعطاك مثلا شي situation، يعني شي موقف باش تستعمل فيه الopinion ديالك. على بركة الله غادي نشوفوهم. I think كنعتقد. I think that. I believe. I guess. In my opinion في رأيي. I am of the opinion that يعني أنا من ذاك الرأي اللي. أوكي بالعربية ديالنا كنقولوا أنا من الرأي اللي كي مثلا يأيد شي حاجة ولا كيعارض شي حاجة. In my view حتى هي بحالهم، يعني in my view هادو كاملين كنستعملوهم باش نعطيو الاوبينيون ديالنا. عطيتكم هنايا ثلاثة ديال النقاط باش داكشي اللي نتا كتعتقدو ولا بغيتي تعطي عليه الراي ديالك كتستعملو تما في بلاصه دوك ثلاثة النقاط. نعطيكم واحد ديالوغ، واحد الديالوغ سيمبل، سيمبل ديالوغ باش تفهموا هادشي اللي درنا. احمد What do you think about English؟ شنو كتعتقد على الانجليزيه؟ ابراهيم I think English is very important. أحمد قال له شنو كتعتقد على الإنجليزية؟ إبراهيم قال له كنعتقد أن الإنجليزية مهمة بزاف. هذا هو الدرس ديال opinion، يعني درس سهل جدا. ما خاصكم إلا تأخذوا جوج ديال تعابير في asking for opinion، جوج ديال تعابير في giving opinion or يعني هذا هو، وتحاولوا تبقاو تستعملوهم حتى في الحياة اليومية. لو بغيتي مثلا تعطي لشي واحد الرأي ديالك على شي حاجة I think, I guess, in my view, in my opinion, etc. ما تنسوش لايك للفيديو وكذلك سبسكرايب في القناة، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وانتظرونا في فيديوهات أخرين إن شاء الله على قناة أستاذ أونجلي. والسلام عليكم ورحمة الله.